الخاصرة الجنوبية لمدينة الخليل تقف دورا شامخة في استقبال شهر رمضان المبارك رغم وقع أهلها المعيشي الصعب. يعني بتشوف أشياء في عمرك شفتها، بسطات حلوة على الشوارع، مبسطين بلالين، مبسطين شغلات، يعني بتشوف أجواء حلوة كثير حلوة، يعني بتحس إنه في رمضان، بتحس إنه الحياة تغيرت مع الناس. رمضان رفيق الخير في البلدة التي تجتهد في استقبال الشهر المبارك، فتتزين المخال التجارية والطرقات بينما تعج الأسواق بالصائمين الذين يبتاعون حاجياتهم وحلوياتهم كل مساء. أكل اليوم كثير والخضرة كثيرة والأكل كثير، بس الحياة يعني والله صعب شوي. يعني رمضان حلو للجمع كثير يعني للناس، يعني والله وفي صدقات. إطعام المحتاجين في رمضان مضمار تنافس بين الفلسطينيين في دورة، فهذه التكية تعتمد في دخلها على الصدقات والتبرعات التي يقدمها القائمون عليها أو المقتدرون من أهل البلدة. التكية تعمل كخلية نحل لتعد إفطاراً يومياً لعدد كبير من الصائمين في دورة، فهي عنوان للتآخي والتآزر في رمضان. هاي الفكرة إحنا مجموعة من الشباب بنصلي هان في مقام النبي نوح، حيث أنه كان مكان مهجور، يعني مش بمعنى المهجور بس فيش حدا، قليل جداً اللي كانوا يجوا، فاشتركنا مع بعضنا وجبنا ذبيحة وقمنا بطبخها وطهيها على النار مع الرز القديم اللي كانوا يطبخوه برز المقشات، ووزعناها في الحارة هان. بعدها تولدت لدينا فكرة إن نعمل طنجرة جريشي ونقوم بتوزيعها كمان للإخوان اللي موجودين بالإضافة للي في الحارة والأصدقائنا، ومن هنا انطلقت لدينا فكرة إن إحنا نعمل تكية في مقام سيدنا نوح عليه السلام ونوزع على أي شخص سواء كان فقير أو غير فقير بيجي، فحقه إنه يأخذ طعام من هذه التكية. مشروع التكية توسع مع مرور الزمن دون أن يتغير هدفها الإنساني الخيري الذي أسست لأجله قبل سنوات، وأضحت تستقبل المزيد من التبرعات المالية والعينية حتى في غير رمضان، فالخليل مدينة لا يجوع فيها أحد حسب ما يقول أهلها المعروفون بكرمهم وجودهم. بعدها أعلننا أنه في افتتاح تكية وصار يجينا تبرعات، ناس يتبرع الروح والده أنه اعملوا طبخة وهكذا بالطريقة هاي، يعني متبرعين من الإخوة في مدينة دورة ومن الناس ومن القرى المجاورة من أهل دورة، هم بتبرعوا إن إشي سواء بجيب لحمي، ناس بجيب جريشي، ناس بعض بدفع أموال، وإحنا بنشتري المستلزمات اللي بتلزم للعمل التكية. التآخي في أبهى صوره وأشكاله أهم ما يميز رمضان في ريف فلسطين، فما زال الجيران هنا يطوفون على من هم حولهم بما أعدوا من طعام للإفطار، فهي عادة وتقليد قديم ورثته الأجيال المتعاقبة التي حافظت على الترابط الأسري والمجتمعي لاسيما في شهر الخير والعطاء. الخدمة هي مأكولات طبيعية كأنك أنت طابخ في بيتك، مثلا زي الطبخة المعروفة اللي هي طبخة الجريشة باللحمة، هي الطبخة المميزة فيها التكية اللي هي تطبخها في شهر رمضان يوم الاثنين والخميس، بينما باقي الأيام بنطبخ اللي هي الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الخضراء، الفريكي، كل الشوربات المطبوخة هاي، وإضافة للرز يعني بنطبخ فاصوليا خضراء مع رز، فاصوليا بيضاء مع رز فريكي، وكله طبعا مع لحمة، كل طبخة بيجي فيها كمية كبيرة من اللحمة اللي هو العائلة المستورة ما تحتاج طبخة بعدها، يعني ما تحتاج تطبخ في بيتها كمان طبخة ثانية. هذه العادات والتقاليد في رمضان عززت أواصر الأخوة والمحبة بين أهالي دورة الذين يتسابقون إلى الخير في كل سبيل يتحقق من خلالها مقاصد الشهر الكريم في التعاضد والتلاحم
ليرسموا صورة مشرفة لبلدة كانت على الدوام مثالاً يحتذى به في العمل الإنساني الخيري. اليوم يعني الصحن الرمضاني بتنقل من دار لدار وشغلات زي شيء حلو عندنا في ريف فلسطين اللي هي دورة، يعني انه يمكن يجيك 3-4 طبخات انت مش طبخهم في الدار. شفت الناس وعدد الناس اللي اجوا واخذوا احتياجهم بكل اريحية وبكل راحة وبكل محبة وروحوا، اجواها ممتازة وحلوة وبتخلي الناس تكون قريبة من بعضها اكثر وتحب بعضها اكثر. Let's go!